السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز لهم وآخر الأنباء من قناة الشروق، أهلا بكم. انطلقت مساء أمس القمة العربية المنعقدة بالعاصمة الجزائرية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتجيء اجتماعات هذه القمة تحت شعار لم الشمل، حيث أكد المتحدثون في فاتحة أعمال هذه القمة على ضرورة التعاون لبناء توافق عربي واسع يلم شمل جميع الدول العربية ويوحد صفوفها وجهودها لحل القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية. كما أجمع المتحدثون على دعم القضية الفلسطينية وإنشاء لجنة عربية من أجل دعم فلسطين حتى يتم منحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وسيناقش القادة العرب في هذه القمة عدداً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها مبادرة السودان للأمن الغذائي. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية التي تستضيفها الجزائر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم والدوحة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال بناء شراكات اقتصادية فاعلة في مجالات عديدة تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عمق وأزلية العلاقات بين السودان واليمن. جاء ذلك خلال استقباله بمقر إقامته بالعاصمة الجزائرية رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية، مؤكدا دعم السودان ووقوفه مع الشرعية في اليمن ومساندة القيادة اليمنية والشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات، مشيرا إلى التزام السودان الثابت من قضية مكافحة الإرهاب وتأمين أمن البحر الأحمر. أكد السفير الهندي بالخرطوم أزلية العلاقات الهندية السودانية في المجالات كافة خاصة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية كثيرة في الهند يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد السوداني. وتوقع خلال مخاطبته بالخرطوم أمس الاحتفال بمرور 57 عاما على التعاون التقني والاقتصادي بين السودان والهند، أن تشهد علاقات التعاون بين البلدين في العام 2030 تطورا كبيرا عبر عدد من الأنشطة الاقتصادية خاصة في مجال التعدين. استقبل والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب بمكتبه أمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم غوديفري، والذي تأتي زيارته للقضارف بغرض الوقوف على أوضاع اللاجئين الإثيوبيين بمعسكر أمراكوبا والمساعدات التي يمكن أن تقدمها السفارة للاجئين. من جانبه رحب والي القضارف المكلف بالزيارة مستعرضا جملة التحديات التي تواجههم خاصة في الجانب الأمني والمتمثلة في انتشار جرائم الإديار بالبشر وتهريب المخدرات، إلى جانب الضغط المتزايد على الخدمات بالمناطق المستضيفة للاجئين. السفير الأمريكي بالخرطوم جدد سعيهم لتعزيز علاقات بلاده مع السودان بما يخدم مصلحة البلدين. الخبر الأخير في هذه النشرة الموجزة: وقف وفد رفيع المستوى من حكومة ولاية النيل الأبيض على المناطق التي تأثرت بالفيضان، خاصة منطقة الجزيرة مصران والتي غمرها الفيضان بشكل كامل، ما أدى لنزوح أكثر من 300 أسرة بقرى شنيبو والبراشة وعسيلي الذين تم إجلاؤهم إلى المنطقة الواقعة بالقرب من قرية طابت أبو الدخيرة لمحاذاة الطريق الرابط ما بين مدينة ربك والجبلين. وفي تصريح للشروق أكد وزير التربية والتوجيه بالنيل الأبيض مصطفى حسن موسى أن العمل جار في توفيق أوضاع طلاب هذه المناطق بالمدارس المجاورة لهذه القرى حتى يتسنى لهم مواصلة مشوارهم التعليمي. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.